هذا ما جبل به عز وجل الآدمي، أن الحق ينقص من قلبه وأن الباطل يزيد، وهذا باعتبار أصل ابن آدم لأنه ضعيف كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ففي أصله أن الحق ينقص وأن الباطل يزيد، ولذا قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ففي أصله الظلم والجهل، ومتى يحصل الظلم والجهل؟ إذا بعد عن شرع الله عز وجل. لكن من وفقه الله عز وجل إلى اتباع شرعه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يرتفع مراحل عليا ما يحسب لها حساب. وانظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، إلى التابعين ومن جاء بعدهم، إذا قرأ الإنسان عن سير هؤلاء في العبادة في العلم في الأخلاق يستصغر الإنسان نفسه، يقول إني لا شيء أمام هؤلاء العظماء. لما؟ لأن هؤلاء كانوا يربون أنفسهم ويربون الناس، فانظروا إلى هؤلاء كيف كانوا في عبادتهم وفي علمهم وفي ورعهم، والأمثلة كثيرة في هذا. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ما وفق إليه هؤلاء القوم، لأن الإنسان لو نظر إلى حاله سواء كان في علم أو في عبادة أو في تعامل مع الآخرين وجد أنه لا شيء، فنسأل الله يرحمنا.